زي حضراتكم يا جماعة، الانترنت والويب سايتس المنصات إلى آخره، لازم 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 نبقى فاهمين كلنا بدون استثناء، كبار كنا ولا صغيرين، إزاي نقدر نتعامل معها تعامل آمن. دي حاجة مهمة جدا. المنصات الكتير التعامل معها من قبل ولادنا حتى إحنا. وممكن يبقى في سؤال تاني، هل المسألة مثلا ممكن تدخل في نطاق إدمان الإنترنت؟ يعني ناس لا تستطيع الاستغناء إنها تفضل طول الوقت قاعدة على المنصات وما إلى ذلك، هل ده ممكن يؤدي إلى مخاطر ما إلى آخره؟ وبالتالي لازم نفهم كيفية التعامل الآمن مع ده، لأنه واقع موجود في حياتنا. خلوني أستأذنكم في الترحيب بضيوفنا الأعزاء، دكتور هشام أحمد رامي أستاذ الطب النفسي، أهلا بك يا دكتور، منورنا ومشرفنا. أهلا بحضرتك، إزاي الحال؟ كله تمام. مهندس أحمد والي خبير أمن المعلومات، ضيف عزيز جدا علينا، دايما نتكلم مع بعض في التليفون ومنورنا في الاستوديو. إزاي الصحة؟ إيه الأحوال؟ كله تمام؟ الحمد لله. هستأذن الأول يا باشمهندس إن أنا عايز أروح لدكتور هشام بسأله يمكن السؤال الأولي. اتفضل. هو استخدامات المنصات والإنترنت وما إلى ذلك، هل فيها شيء من الإدمان؟ يعني البعض لا يستطيع الاستغناء عنها؟ زي أي حاجة في الدنيا، في ناس بتستخدمها استخدام سليم واستخدام معقول، في ناس بيصل معاها هذا الاستخدام إلى حد أنه أصبح يسيطر على حياتها ولا يمكنها الاستغناء عنه، لدرجة أن احنا عملنا دراسة في عين شمس وجدنا أن الشباب اللي هم من عمر 15 ل 18 حوالي 34% كانت بالظبط بيعانوا من اعراض انسحاب لو امتنعوا عن الجلوس على الانترنت. اعراض انسحاب في صوره توتر، irritability بيسموها، يعني توتر وسهوله في الاستثاره، عدم قدره على التركيز في شيء اخر، اصبح كل محور تفكيرهم متى ساعود الى استخدام هذه الاداه. دي بالظبط هي اعراض الانسحاب من اي ماده ادمانيه اخرى. هل ده حاجه منتشرة قوي كده؟ لا، الحقيقة من رحمة ربنا انها مش كده، ولكن لقينا برضو في دراساتنا حاجة مهمة جدا اسمها fear of missing out، او ما يطلق عليها ان انا بقى عندي بقى منظومة فكرية ان انا لازم دائما انا اونلاين، لا يكون حاجة حصلت انا ما خدتش بالي منها، لا الناس هتتكلم عليها انا مش هبقى عارفها، ولو مش موجود على الاونلاين عندي توتر وعندي قلق، وفي بعض الناس بيبقى فيه ضربات قلب سريعة وعرق، وده اللي احنا لقيناه الحقيقة. يا نهار ابيض. طب هنا هرجع للمهندس احمد والي، مدى خطورة الاستخدام المفرط للإنترنت أو الاستخدامات الخاطئة، ويعني إيه استخدام خاطئ؟ الاستخدام الخاطئ بتاع الإنترنت، إن أنا ده سؤال واسع قوي، لأن الإنترنت مش بس الإنترنت اللي احنا بنشوفه قدامنا ده، الإنترنت اللي بنشوفه قدامنا ده 5% 10% بالكتير من اللي بيحصل في الإنترنت، في إنترنت تاني خالص بقى اسمه ديب ويب ودارك ويب، دي حاجات استخدام ده عليه مثلا 90% من كمية استخدامات الإنترنت في العالم كله على الدارك ويب، ده اللي احنا الحمد لله عامة الشعب واحنا زي الناس اللي زينا كده مش بيستخدموه خالص. الحمد لله. والحمد لله. ليه بقى؟ لأن هو الدارك ويب ده هو المرتع الحر لكل المجرمين وأي حد عايز يعمل حاجة غير قانونية، ويعني فوق الغير قانونية كمان، فوق ما لا يتخيله بشر، يعني في إتجار بالبشر، في إتجار بالسلاح، إتجار بالمخدرات، إتجار بالرقيق، يعني في حاجات يعني بيبيعوا بشر، يعني بيبيعوا أعضاء الناس. فالحتة دي يعني انا بنصح الناس بقول لهم خليكم حتى في الاستخدام الطبيعي ما تحاولوش تقربوا من دارك ويب دي، لان انا دايما بشبهها بمستنقع او بحيره التماسيح، هي من بره شكلها بحيره هاديه كده، بس في القاع في تماسيح تحت قاعدين مستنين اي حد يقرب بس يشرب ميه يغلط ينزل البحيره، قاعدين تحت كده مستنين الضحيه، اي بس حد هيقرب يشرب البحيره هيطلعوا يمسكوه وينزلوه عندهم في الملعب بتاعهم في البحيره بتاعتهم ويخلصوا عليه تحت. فدايما بحذر الناس اوعى تقرب من الدارك ويب ده، انت ممكن الفضول بتاع الشباب، حتى انا دايما بقول اكثر فئه عندها فضول دايما هي فئه الشباب، عندهم حماس كده وعايزين يجربوا، ما تخليش الفضول ياخدك ان انت تجرب حاجه ممكن تاخدك يسحبوك بيها على تحت، لو دخلت ممكن ما تعرفش تخرج تاني. فالاستخدام الخاطئ اول حاجه ابعد عن الدارك ويب ده تماما، يعني ممكن تلاقي نفسك اتورطت في جريمه. والتماسيح هناك تماسيح اساتذه هيعرفوا ازاي يجيبوك ويعرفوا ازاي يبتزوك، ممكن مجرد انت دخلت تلاقي الناس عارفوا عنك كل حاجه وابتدوا يبتزوك انسانيا واخلاقيا وماديا، وتلاقي نفسك انسحبت في حته انت بلا رجعه. بلا رجعه طبعا، الا اللي عنده قدره والشجاعه ان هو يواجه ويبلغ السلطات ويبلغ يعني جهات، يعني بنسمع عن ناس بتتورط في حاجات وشباب صغير ما بيقدرش يبلغ اهله، يعني ما يقولش لاهله بس انا اتورطت في حاجه بخوفا من عقوبه الاهل او حاجه، فالشباب دول لا، يعني بالعكس ده انت بلغ يعني حتى عشان ما تقعش اكتر من كده، وقعت درجه
الحق وبلغ اهلك، بلغ جهات مسؤوله، بلغ استاذك في الجامعه، استاذك في المدرسه، بلغ حد يقدر يتصرف عشان ما تسحبش اكتر من كده. يعني ايه الحق اللي فاضل؟ ما تنجرفش ورا الناس دي. فده احد اشكال استخدام الخاطئ الانترنت. استخدام الخاطئ الاخر طبعا كلنا عارفينه في المستوى العادي، ما في بقى محاولات ابتزاز الطبيعيه، الهاكرز الموجودين في كل حته اللي هم ياخدوا بياناتي. وبقول للناس ما تنشرش بياناتك على الانترنت باي شكل من الاشكال. اول درجه حمايه بياناتي ان انا ما انشرهاش. يعني قال لي احط بيانات بعد كده ادور هي ليه انتشرت، ما تحطهاش اصلا من الاول. قلل نشرك للبيانات، كل ما بياناتك انتشرت كل ما هتبقى صيده سهله لاي هاكر عايز يخش يخترق بياناتك. دايما التنصيحات بقى النصائح اللي هناك في كل البرامج بقى، ما تفتحش لينك ما تعرفوش، ما تفتحش فايل ما تعرفوش، ما تفتحش حد بعت لك ميل بيقول لك اديني فلوس ما تسالش فيه. يعني الفيشنج اللي هو الاصطياد، الاصطياد بتاع الناس ده، فده منتشر جدا. وحاجه اسمها السوشيال انجينيرنج، ان انا استعطف الناس. ما هو الناس بتخش عليا ازاي في الانترنت؟ يا اما بالعاطفه، انا عندي فلوس، انا لاجئ، انا محتاج فلوس، يا اما بقى بان انا الترغيب في مساله الربح السريع مثلا. طبعا طبعا ده حاجه اساسيه جدا، يعني فكره الربح السريع. ودايما الترغيب في مساله الربح السريع زي ما حضرتك قلت دي دايما بيستهدفوا بيها فئتين اساسيتين. الفئه الاساسيه هي فئه الشباب اللي هو اكثر قدره، اكثر اندفاعا وحماسا ان هو يجرب حاجات. والفئه الثانيه فئه محدود الدخل، لان هو لو واحد انا مستريح ماديا مثلا يعني ومبسوط، واحد هيجي يقول لي تعالى كسبك فلوس، ما مش محتاج. لكن دايما هيستهدف مين؟ هيستهدف الفئه اللي هي اكثر يعني عرضه ان هي تقبل فكره الثراء السريع بلا مجهود. طب ده هنا هيرجعني مره ثانيه للدكتور هشام. يمكن اظن كلنا كنا اتفرجنا على اعلى نسبه مشاهده في رمضان، وهو مبني على وقائع واحداث كتير حقيقيه وحصلت وتم تناول بعضها في الاعلام وفي صفحات الجرايد وما الى ذلك. الى اي مدى الناس بتبقى وكانها زي ما وصفهم كده المهندس احمد صيده سهله؟ مين هو الصيده السهله قوي ده؟ الباحث عن الشهره، الباحث عن الاثاره، الباحث عن انه يكون شيء معروف. وجدنا في احد الدراسات دي جميله جدا ان الشباب الذي يشعر بالاغتراب عن المجتمع بتاعه او عن الاسره بتاعته هو اكتر واحد سهل جدا انه يعيش عالم افتراضي ويجد اثارته ويجد استجابته ويجد بتعته في العالم الافتراضي. بالاضافه اللي احنا اكتشفنا مش مؤخرا، واضح ان ده موجوده من قبل ما نعرفها، ان الناس بتكسب فلوس من كده. فكمان اصبح هناك حافز اخر ان انا انجرف واعمل اعمال قد لا تبدو عقلانيه او قد تبدو اكثر من الطبيعي في محاوله للفت الانتباه، الاثاره وكسب المال كمان. فاصبح ده دول اكتر ناس فريسه سهله في هذه الاشياء. الحاجه الثانيه اللي لاحظناها في دراساتنا على الشباب واللي بيتعرضوا الى ذلك هو ان التعرض المستمر الى حاجه ما يطلق عليها العنف او ما يطلق عليها كليبات التي فيها نوع من العنف عمل تغير في الجهاز العصبي بتاع مجموعه من الشباب، نوع من التبلد الاحساسي، اصبحت لا اتاثر بالاشياء العنيفه، نوع من اللا انسانيه للاخر. ودي خطيره جدا، ان اصبح الاخر مش انسان بيتعذب لو ضريته، اصبح الاخر شيء اخر لا انساني، فمن حقي ان انا اعتدي عليه او اعمل فيه اي حاجه انا عاوزها. الحاجه الاخيره هي الانفلات، أصبح ممارسة العنف شيء طبيعي، ما بمنعش نفسي، وكأن المنظومة المعرفية اللي كل المجتمعات بتكونها أن هناك ضمير وأشياء لا نفعلها، الإنترنت عمل نوع من السماح والإباحة والإنفلات لم تكن موجودة قبل ذلك. لغاية دلوقتي في عقلية كثيرا من الناس ده عالم افتراضي، فهو عالم مش حقيقي، فمن حقي أعمل أشياء مش قادر أعملها في الحياة الحقيقية. من حقي أكذب، من حقي أصاحب، من حقي أعمل حاجات غريبة بهذه الطريقة. طيب انا هستاذن حضراتكم، هروح لفاصل وارجع بعد الفاصل. مهندس احمد وائل، في السن الصغير جدا هنقدر نعمل بيرنتال كنترول، هقدر اعمل شويه حاجات على التليفون، على اللابتوب، على التابلت الى اخره، مش هتخلي العيال الصغيره دي تدخل. لكن بعد شويه هو هيكبر، يعني انا كنت زمان بفتكر انه يكبر دي عنده 15، طلع ان هو عنده مثلا 9 سنين، هيعرف يشيل كل الحاجات بتاعه البيرنتال كنترول لو عاوز، وهيقدر يخش على اي حاجه. انا بقى ابهات وامهات، اخوات كبار، ايا كان، مدرسين الى اخره، هعمل ايه؟ مش هسميها علشان احول، لكن علشان احمي العيال دي قدر الاستطاعه. فاصل ونكمل الكلام. طيب
خلونا نرحب وبشدة بضيوف الأعزاء داخل الاستوديو. قلنا نرجع بعد الفاصل للمهندس أحمد والي، وكنت بقول لك أنه لحد سن معين هنقدر نتحكم في الولادة عن طريق البارنتال كنترول أو التحكمات الأبوية اللي بنعملها على الصفحات والمنصات، وبيبقى في شوية حاجات ونقعد نقفلها وكلام من ده. بعد شوية الولاد دول برضو قواريب وبيكبروا وبيبدأوا يتعلموا وبيعلموا بعض إزاي يشيل البارنتال كنترول ده ويبدأ يخش على كل حاجة. هعمل إيه؟ هو أهم حاجة بقى في السن ده الوعي، إن هو إنك توقف حاجة بشكل تقني لحد عايز يعملها يكاد يكون شيء مستحيل. أنا ممكن أصعب له المهمة بتاعته، لكن هو لو قرر إن هو هيخش على اليوتيوب، هيخش على أي حاجة، هلاقي بيعلموه إزاي يعمل أي حاجة هو عايزها وإزاي يخترق أي حاجة هو عايزها. إحنا الدور التقني إن إحنا ممكن نصعب له مهمته شوية، يعني بدل ما يخش بسهولة كده يكتب على موقع مثلا مش عايزين يخش عليه يخش يلاقيه، لا مش هيخش يلاقيه، لكن هو بقى لو قعد يلف ويدور ويبحث هيعرف ازاي يخترق الموضوع ده ويعدي. فهو في السن اللي حضرتك قلت عليه اللي هو 15 بقى فما فوق كده، لا لو عايز يطلع هيطلع. فهو اهم حاجه في الفتره دي يعني الحل التقني برضو بيجي في مرحله وبيقف، فلازم يكون اوعي الناس، لازم يكون الاب برضو او الام او الاستاذ او المدرس فاهم يعني ايه ويب، يعني وايه دارك ويب، ويعني ايه المشاكل اللي بتحصل، ويوعيهم يا جماعه خلي بالكم انتوا ممكن تتسرقوا، خلي بالكم ممكن حد يبتزكم، خلي بالكم ممكن ما تسمعش كلام صحابك. الويب ما ينفعش فيه التجربه العشوائيه، ما ينفعش الناس كلها خلاص عارفه ان المخدرات مضره، ما ينفعش النهارده اروح اقول اصل انا عندي فضول عايز اجرب المخدرات، طب الناس كلها عارفه انها مضره، ما ينفعش انت كده بتروح بتاذي نفسك. فالانترنت مليان اذيه ومليان مشاكل بس في كبار بيقعوا في فخاخ بقى مختلفه، زي ما كنا بنقول فخ الثراء السريع، تعال خش مش عارف على شركه الايه علشان لما تجيب معارفك وقرايبك يحصل مش عارف ايه. في كبار بيخشوا بحسن نيه جدا، ممكن يبقى في منهم طلبه جامعه، في منهم ناس متخرجه، ده احنا جامعه كذا اللي بتقدم لك المنحه الفلانيه عشان تاخد الماجستير تاخد الدكتوراه. ولما يبعت لك لينك فانت اصلا اللي حطيت بياناتك عشان يبعت لك اللينك، فانت بتستقبل ده وانت مأمن وتدوس. يفتح لك مثلا الويب سايت بتاع جامعه بطيخه الحقيقيه، هي تبدو حقيقيه بس مش هي. حصلت معايا انا مره جالي تليفون من امريكا قالوا لي انت كنت قدمت انك عايز تعمل دكتوراه، انا معايا ماجستير في اداره الاعمال، فقالوا انت كنت عايز تعمل دكتوراه وكده، فقلت لهم قالوا احنا جامعه كذا كذا كذا، انت عايز تعمل دكتوراه ليه؟ قلت لهم يعني ككارير بتاعي يعني. فقلت لهم قالوا لي طب بص احنا ممكن نديك دكتوراه مقابل انك تدفع علينا مبلغ مادي وهنبعت لك شهاده الدكتوراه. يعني عايزني يعني انا مش هذاكر وهيبعت لي شهاده دكتوراه، هبعت له بس هحول له رقم وهيبعت لي شهاده ان انا دكتور. فانا قلت له الحقيقه اللي انا عايزه لو ما ابقى دكتور عايز ابقى دكتور على حق اكيد يعني. بعت لنا الف اخضر واحنا هندي لك الشهاده. مش عايز اخد التايتل، انا عايز ابقى دكتور بجد يعني. فيوم ما قرر اخد دكتوراه عايز اخد دكتوراه على حقيقه يعني، مش مستني اخد الحرف الدال قبل اسمي يعني. فهو طبعا في حاجات كتير طبعا بالشكل ده يعني. فالانترنت مليان حالات نصب يعني، فدايما بنقول ما تثقش في حد على الانترنت، ونمره واحد واثنين وثلاثه لا تثق في احد على الانترنت. والمشكله كمان بتاعه الدارك ويب ان زي ما الدكتور قال ان الناس بتبقى داخله معتقده ان هي محدش عارفها. هو الانترنت العادي ممكن الناس هتعرفك يعني الانترنت العادي احنا بنستخدمه ده، شركات الانترنت هتعرفك طبعا، الموقع اللي انت بتخش عليه هيعرفك، يعني انت معروف. لكن الدارك ويب محدش عارفك، فدي بتشجع ناس اكتر انها تعمل جرائم بشكل ابشع لان هي فعلا مش معروفه، وحتى الاجهزه القويه ما بتعرفش تتبعها، فدي بتغري اكثر على الجريمه. حلو. هنا هرجع مره تانيه لدكتور هشام، عشان احنا وانا بتكلم على مساله ازاي اقدر اتحكم ابويا في الحاجه تقنيا. طيب بعد شويه في حاجات مش عارف اتحكم فيها، الولاد هتقدر تشيلها زي ما قال المهندس احمد والي. في النهايه هي خاضعه لازاي انت بتعمل توعيه وتربيه سليمه للولاد، وهو ده السؤال. هو انا ازاي اقدر اتعامل مع الولاد من غير ما يحطوا ما بيني وما بينهم حواجز؟ لانه في طريقه بتبقى منفره اكتر، يعني بكره الكلام انا بحب بابا بس بكره توجيهاته، احب ماما بس اكره تعليماتها، وهعمل العكس. يبقى اول حاجه بننصح الاهل، انت في سن معين انت اصبحت غير متحكم في كل تصرفات ولادك، فالافضل انك تعمل حاجتين. اول حاجه في قناه تواصل مفتوحه دائما، حاجه بنسميها مفهوم الامان النفسي، ان مهما ابنك قال لك او بنتك قالت لك انا مش بقفز الى انت غلط انت كذا انت كذا، بديهم نوع من الامان ان احنا بنعبر عن ارائنا وبنناقشها بطريقه ايه هادئه ما فيهاش نوع من اللوم والعقاب. تاني حاجه بديهم حاجه اسمها بحصنهم ضد مخاطر اي شيء، مخدرات نت اي حاجه، عن طريق حاجتين. تنميه ما يطلق عليها التفكير النقدي، بمعنى ان جالي اي مكالمه زي ما جت للبشمهندس، قبل ما ارد عليهم ويا ترى كلمني ليه، ويا ترى ده ينفع ولا ما ينفعش،
كل حاجة قبل ما أخدها على شكلها أفكر فيها جيدا وأشوف إيه اللي معاها وإيه اللي أجينست وإيه الحاجة الغلط وإيه الصح. تاني حاجة بقى واللي جابت فعلا نتائج جيدة جدا في الوقاية من أخطار الإنترنت وأخطار المخدرات وأخطار أشياء كثيرة للحرفية، كل ما نميت التقدير الذاتي للمراهق ورؤيته الإيجابية لنفسه كل ما استخسر يضر نفسه. دي حاجة غريبة جدا بس هي دي حقيقية. كل ما حبيت نفسي، كل ما كنت شايف نفسي كشاب أو كمراهق حاجة حلوة هستخسر أخسر. فلما حد يقول لي تعالى مثلا ندخل على الدارك ويب زي بارمشواندس بيقول ونعمل كذا، أنا مش كده، أنا حاجة أعظم من كده، أنا استخسر إن أنا غلط. تعالى أشرب معايا مخدرات، لأ ده أنا حاجة حلوة، بس المهم إن إيه تكون فعلا عندي رؤية داخلية إن أنا فعلا شيء جميل وخسارة إن أنا أتأذي. فده هيخليني أخد حذري من الإنجراف لأي شيء. يعني ما سفهش خالص. وما تفهش وما قللش من الولاد خالص. بعمل قناة اتصال مفتوحة. مش أنت مش فاهم حاجة. لا لا خالص، بعمل قناة اتصال مفتوحة وبعملهم باحترام متبادل. رقم اتنين بزود تقديرهم لنفسهم، وتقدير المراهق وتقدير المراهقة لنفسها بيجي عن طريق رد الفعل للأهل عليها. كل ما نظرة الرضا ونظرة الاحترام والتقدير للشاب أو الشاب أو المراهق أو المراهقة جاية من الأم والأب، كل ما صورتهم الذاتية عن نفسهم بتبقى أفضل وأفضل، فاستخسر غلط. طب حلو قوي. هنا هرجع للمهندس أحمد ولي مرة تانية. تعالى ناخد المثل بتاع الجامعة اللي بعتولك دول. افترضنا ان هم جم بعتولي بعتولك وقالوا لنا كده، وبعدين احنا شوية وقعنا في الفخ. طيب بص احنا هنبعت لك بقى، وما قالوش بقى ان هو بالفلوس وبتاع. بص احنا جامعة هارفرد واحنا هنعمل، وراحوا بعتلي ويب سايت ابص عليه الاقي هارفرد، ادخل الاقي هارفرد ومتقسم ومتنسق وميت فل، بس ده مش هارفرد. صح. ده كذبة. صحيح. هو بيعمل ريدايركشن بيودينا لحته تانية. صحيح. انا هعرف منين؟ هو مبدئيا كده اي لينك يجي لك برساله تتكاش عليه انساه. كاتب هارفرد، كاتب جوجل، كاتب اي حاجه ما تتكاش عليه. حلو. هو لو انت شاكك ان دي هارفرد اقفل اللينك اللي هو بعته لك ده، وخش انت على البراوزر بتاعك واكتب www.harvard.edu ولا .com ولا حاجه. خش بنفسك ودور بنفسك، اكتب هارفارد يونيفرسيتي هيطلع لك الاوفيشال ويب سايت كده. لكن هو بعت لك لينك، ده قاعده في اي حاجه على الانترنت، لينك جات لك ما تفتحهاش، الفضول واكلك وعايز تخش، خش انت بقى بنفسك على الموقع اكتبه الصحيح. سكولرشيب. بص بقى فين المنح بتقول ايه كده. انت اعمل البحث الطبيعي بالظبط كده. فانت اي اللينك اللي جاي لك ارمي وخش بنفسك، اتاكد بالسايت اللي انت كاتبه بنفسك. واحد قال لك دي لينك، احنا مثلا من الحاجات المشهوره قوي يقول لك ايه، انت في حد اخترق الفيسبوك بتاعك، لازم تغير الباسورد بتاعتك دلوقتي. خش بقى على اللينك اللي احنا بعتينه لك ده عشان تغير الباسورد، يقوم طلع لك لينك هي الفيسبوك بالظبط، دخل الباسورد القديمه ودخل الباسورد الجديده. طبعا هو دي مش الفيسبوك ده هو خالص حاجه. شكيت يعني انت قلقت، اقفل اللينك اللي هو بعتها لك دي وخش انت بنفسك على الفيسبوك بتاعتك وغير الباسورد بتاعتك واطمن. لكن اللينك جايالك وتتعامل معانا انها حقيقه، لا ده احنا لسه كنت بنقول يعني احنا لسه ما دخلناش في الذكاء الاصطناعي، ده احنا كده في حالات النصب، بس انا اقول نصب يعني، ده الذكاء الاصطناعي لسه هيفتح علينا ابواب اكبر من كده بكتير يعني. فتوحه كبيره دي. ده النهارده مثلا الناس بتصدق على السوشيال ميديا، مثلا بلاقي واحد مشير صوره وتحتيها كلام من صفحه على الفيسبوك مالهاش اسم، يعني صفحه مجهوله الهويه، ومعتقد ومصدق ان الشخص ده مثلا اللي في الصوره شخص نجم مثلا، حد مشهورين، وتحتيه كلام، فيصدق ان الشخص ده هو اللي قال الكلام ده، ما فيش اي حاجه يعني تقول ان الدليل على ان الكلام ده صحيح. فبال حضرتك لو شاف الشخص ده نفسه بيتكلم، ده شاف صوره وتحتيها كلام صدقها، فبال حضرتك بقى لو الذكاء الاصطناعي خلاه يشوف الشخص بنفسه بيتكلم، ده هيعمل ايه؟ يعني اذا كان الناس النهارده مكسله تخش على جوجل تدور الخبر ده صح ولا غلط، وده ادى لانتشار شائعات وانتشار فتن وانتشار اكاذيب وانتشار كل ده ليه؟ عشان ناس مكسره تخش على جوجل تتاكد من الشير اللي شافوه ده صحيح ولا لا. فبقى حضرتك لو شافوا الشخص بنفسه بيتكلم، يعني احنا داخلين على ايام كسل للاسف. طب اخر حاجه بقى، هاخد نصيحه اخيره من دكتور هشام، نصيحه اخيره للابهات والامهات والاخوه الكبار والولاد نفسهم. دائما اكون عندي ما يطلق عليه التفكير النقدي. جالي لينك، اشمعنى وليه؟ طب اتاكد ازاي انها حقيقيه؟ فدائما ببحث عن وراء الاشياء. رقم اتنين، كلما كان تقديري لذاتي وصورتي الداخليه ان انا شيء كويس، كلما استخسرت ان انا اعمل حاجه غلط. هما دول الحاجتين اللي احنا بنقولهم. فاحنا بنربي ولادنا، ربيهم على الثقه بالنفس، ربيهم على انهم شيء جميل، ده هيخليهم يمنحهم على انهم يعملوا حاجه غلط. رقم اتنين طبعا يعني غلط، بس تغيير نظام التعليم من التعليم التلقيني
إلى التعليم المعتمد على التفكير والقدرة على جلب المعلومات من أشياء كثيرة. لسه الباشمهندس بيقول لأن أنا بكسل أدخل أدور، بس أنا لو متعلم من الأول إن أي حاجة بتيجي لازم أتأكد عن طريق إن أنا أدور عليها في مصادر أخرى، وكذلك ده هيحمينا من مخاطر كثيرة جدا. صح يعني صح. جو الفيلم بتاعي مش اطلع بره بيتي، البيت ده لا يمكن اسمح لك تكون موجود فيه، دي أسوأ حاجة ممكن أب أو أم يعملوها في حياته، أسوأ حاجة. أنت كده من الآخر خدت العيل رميته في بق الأسد، ترجعش تعيط. أنا عايز أشكركم جدا 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 مهندس أحمد ولي، نورتني وشرفتني بجد يعني كمجرد العادة. دكتور هشام رامي نورتنا وشرفتنا، وهنزعجكم كتير خلال الفترة اللي جاية، لأن ما يبدو المسائل دي قاعدة عمالة بتزيد وبتكتر، فإحنا عاوزين قدر الاستطاعة نحصن نفسنا ونحصن أولادنا، إحنا كمان مش بمعزل عن هذه الخطورة. خلصت الحلقة لحد كده صحيح؟ أكيد الكلام ما خلصش، إنه حننا يكون كريم رمزي موجود وبرنامجه رقم 10. أما إحنا لو كان لنا العمر هنقابلكم بكرة في نفس الميعاد إن شاء الله وبرنامجكم التاسعة. سلامات.